مرحبا بكم من جديد مشاهدينا في كل مكان. وصلنا معكم للفقرة الختامية لهذا المساء. والأطفال دائما بيحتاجوا لتحفيز معنوي، بيحتاجوا لطاقة إيجابية من أولياء أمور، من الأمهات ومن الآباء، عشان تكون شخصية الطفل. عشان نتكلم في الموضوع ده أكثر، معانا داخل الأستوديو دكتور لينا القرشي، اختصاصي اجتماعي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم، مساء التحفيز. والله هم مش الأطفال، الناس الكبار ذاتهم عايزين تحفيز، عشان كده احنا نبدأ عشان كده عايزين نبدأ طوالي عموما كده التحفيز ودوره كمان في تنمية المجتمع على وجه العموم. تمام. طيب، التحفيز طبعا هو اصلا عامل خارجي. اي انسان عنده حاجتين، عنده عوامل داخليه وعوامل خارجيه. فكل ما كانت انت دوافعك الداخليه محفزه على انك انت تعمل حاجه معينه او انك مثلا تشتغل شغل معين، فبالتالي الحافز الخارجي هو اللي بيخليك عندك الاستمراريه لانك تستمر في العمل اللي انت بتعمل فيه. أولادنا محتاجين للحوافز شديد، ليه؟ لأنها هي بتساعد أول حاجة على إنه تنمو شخصيته النفسية، شخصيته الاجتماعية، الشخصية الإدراكية ذاته، إنه هو يدرك نفسه ويعرف لياته مدى هو ممكن يكون زول منتج وزول نافع. الحاجة دي بتخليه هو يقدر يتقبل شخصيته ويتقبل نفسه وصيغته في نفسه تزيد، وبالتالي يقوم بالأدوار اللي هو مفروض يقوم بيها. طيب يا دكتورة لينا، يعني التحفيز والتشجيع يعني لهم دور كبير في تكوين شخصية الطفل؟ طبعا. وبعدين هو احنا عندنا شو؟ احنا عندنا تحفيز وعندنا تشجيع وعندنا بنسميها هي راحت مي لكن بتجي كويس. فالتشجيع بيكون دائما قبل ما الطفل او اثناء ما الطفل شغال في الحاجة، التحفيز بيكون قبل العمل. يعني مثلا اذا ولدك عايز يقرا او بنتك عايزه تقرا، فانت بتقوم تحفز علينا هي مثلا تهيئ اليها البيئه بتاعتها، تهيئ لها مثلا الحته اللي بتقرا فيها، تجهز لها اقلام، ده كله عباره عن تحفيز لان هي المذاكره بتاعتها تكون بصوره سليمه جدا. فدي احنا تحفيز على مستوى البيئه مثلا اللي هي قاعده فيها. بعدك اثناء ما هي بتقرا انت بتقوم شنو؟ بتشجعها. اول ما تشجعها بيفضل شنو؟ يفضل الحافز معاها، بتفضل انها هي بتذاكر كويس. يعني تجي مثلا خاشه على الغرفه، يا سلام والله انت بتقري مثلا، تقوم تجيب لها عصير، كوبايه عصير، تجيب لها مثلا قطعه بتاعت كيكه معاها، كوبايه شاي. فده هنا تحفيز، معناته انت بتحفز في السلوك اللي هي بتعمل فيه. من حيث برضه مهمه جدا احنا المفروض نعرفها، انه احنا بنحفز سلوك الطفل مش بنحفز الطفل ذاته. ليه؟ لانه انت لما تحفز شخصيته ممكن تطلعه مغرور، ممكن تطلعه اناني، ممكن تطلعه ما شايف في الدنيا إلا نفسه، فما بتقدر بعدك يعني تسيطر عليه. لكن أول ما تحفز السلوك اللي هو بيعمل فيه أو تشجع السلوك اللي هو بيعمل فيه، فبالتالي هو بيستمر على الحاجة دي. يعني هي أقول له أنت والله ما شاء الله بتذاكر بطريقة كويسة جدا، والمذاكرة دي حتنفعك لي قدام، وإنت عشان بتذاكر يعني أنا هنا حفزت شنو؟ حفزت السلوك بتاعه. فده الحاجة المهمة المفروض أولياء الأمور يعرفوها. ليه؟ لأنه الليلة أنا مثلا الحافز بتاعي ما مربوط بشخصيتي. إذا أنا الليلة مثلا زهجانة متضايقة، جيت ضربت ولدي، كوركت فيه وهيت فيه، معناته أنا ما بحبك، حاوصل له رسالتي أنا ما بحبك. ليه؟ لأنه الحافز مربوط بشخصيتك أو بالفعل اللي أنت عملته. لكن لما يعرف أنه هو مثلا يتعاقب عشان هو عمل حاجة غلط، عشان السلوك غلط مش هو الغلط، عشان السلوك غلط، فبالتالي هنا بينطفي السلوك الخطأ وبيتحفز على السلوك الإيجابي. جميل. طيب، في عوامل بتأثر في تكوين شخصية الطفل، فأحيانا بتلقي طفل بتحس إنه زول كبير في طريقة كلامه، في طريقة استقباله، في حاجات كثيرة جدا بتشعر إنه زول ده عنده شخصية قوية. العوامل اللي ممكن تأثر في تكوين شخصية الطفل شنو؟ طيب، أول حاجة نحن طبعا الطفل ده ما بيربي برانا، الطفل عنده عوامل كثيرة بتربي معانا، أو عندنا عوامل كثيرة. يعني مثلا عندنا أنتوا الإعلام بتربوا معانا أولادنا، عندنا المدارس بتربي، الأسرة سواء كانت أسرة ممتدة أو أسرة نووية، فدي كلها بتصب في شخصية الطفل. لو ما كانت الحاجات دي كلها متكاملة مع بعض بيحصل لنا خلل. يعني لنا إحنا مثلا كمجتمع سوداني عندنا قيم معينة، عندنا قواعد مجتمعية معينة، فبالتالي أنتوا كإعلام بتعززوا الحاجة دي، بتتنقل للطفل طوالي. في المدارس المناهج بتعزز الشخصية، يطلع عليها الطفل. احنا عايزين نطلع طفل صالح للمجتمع، فعشان نطلعه صالح للمجتمع مفروض المناهج تدعم لنا
الحاجة دي. نفس القصة الأسر، مفروض يكونوا عارفين أول حاجة أولياء الأمور، التذبذب في التربية حيأثر لنا على شخصية الطفل. يعني التذبذب مثلا من مئة ناحية، اللي أنا أجي أحفزه على سلوك معين، يجي الأبو نفس السلوك، نفس السلوك يكون هو بيضرب فيه، فأنا حطلع شخصية مهزوزة. يجي مثلا جاب نتيجة مثلا في المدرسة ما كانت على قدر كده، الأم مثلا شخصية ده شخصية يعني لا أقول لك إيجابية لا سالبة، الموضوع ما فارق معاه كثير إنه هو مثلا النتيجة جابة دي شكل عام كده. هناك الأبو مثلا عنده قيمة التعليم عالية، يجي يمسك إهبت الولد. طيب ما أنت هنا الأم اتقبلت الموضوع وقلت له خلاص المرة جاية أنت ممكن تصلح النتيجة، أو كان مثلا أم واعية جدا وعارفة إنه ولده والله يا أخي غادي يكون في ظرف حصل خلى النتيجة ما تجي بالطريقة دي، خلاص انت جيتي امنتي على النتيجة وقبلتيها جدا وشجعتي وعلى انه هو المرة الجاية حيجيب احسن، لكن من هناك الابو في نفس النتيجة قام ضربه. فبالتالي التذبذب اللي بيحصل عندنا في التربية برضو عنده علاقة كبيرة بانه يهز لنا الشخصية تحت الطفل. فعنده يعني عنده عمل واحد او موقف واحد بياخد فيه الاثنين، بياخد فيه الثواب والعقاب. فالناس لازم تكون منتبهة جدا للحاجة اللي احنا عايزين نزرعها في اولادنا. طيب في أعمار يا دكتورة محددة للتحفيز الأطفال؟ طيب إحنا طبعا ما عندنا طفولة مبكرة وعندنا طفولة متوسطة وعندنا طفولة متأخرة وعندنا بعد ذاك المرحلة تحت المراهقة. هما الحوافز عبارة عن شنو؟ عندنا حوافز مادية وحوافز معنوية. الحوافز المعنوية اللي هي إنه أنا مثلا أحضن ولدي، إنه أنا مثلا أقبله قدام الناس، إنه أقول له كلام جميل، دي كلها حوافز معنوية. الحوافز المادية إنه أنا مثلا أهدي له هدية مادية عينية يعني كويس. وبرضو واحدة الحاجات المفروض الأهالي يعرفوها، الحافز المادي القروش بتخلي ولدك يتعلم إنه أنا لو ما عملت الحاجة ما حصل على قروش، فبيتعلم ولده إنه يكون ولد استقلالي جدا. فدي برضو الناس ينتبه ليها. فكل مرحلة عمرية عندها نوع معين من الحوافز. يعني مثلا الطفل في العمر الصغير ده عايز التشجيع، اللي هو احنا مقبل قلنا ان عندنا حوافز وعندنا تشجيع. فانت لما تشجعه على الحاجه اللي هو عمله صفقت له مثلا في الروضه بنلقى انه بخطوا لهم نجوم، الطفل مثلا مرات بيجي لابس النجمه هنا مثلا في جبهته، معناته هو عمل سلوك ايجابي في الروضه فبالتالي تحفز عليه. التحفيز المعنوي في الحته دي مهم جدا جدا، بيبني لي الشخصيه تحت الطفل وبكون عارف انه هو سلك سلوك ايجابي. طيب اول ما بعد شويه يخش في الطفوله المتوسطه اللي هي تحت المدرسه، بعد احنا ممكن نعمل له حوافز ماديه. حوافز الماديه مهم جدا نعرف فيها اطفالنا اهتماماتهم شنو. يعني ليلى مثلا اذا ولدك بحب يبحث ويفتح ويربط، ومثلا بنتك بتحب تقرا القصص الصغيره، اول ما تعمل سلوك ايجابي انت عايز تحفزها جيب لها قصه وخليها تختار معاك القصه وقول لها دي هديه، لانه انت مثلا في الطابور مثلا قلت حاجه جميله او نتيجتك كانت جميلة أو أي سلوك المهم أنت عجبك منها ده في الفترة تحت الطفولة المتوسطة. نجي للمراهقة. المراهقة طبعا ده عمر صعب جدا وفيه التحفيز الاجتماعي أكتر. يعني أنا مثلا لازم أحفز ولدي قدام الناس، وياريت ياريت لو ولدك الكلام أنت بتقوله أي نعم أنت بتقوله وعارف أنه الكلام هو أصله، لكن ما يكون هو عارف أنك أنت عارفه هو سامعك. يعني زي مثلا يكون ولدي مثلا قاعد هنا في الاستوديو وانا بتكلم معاكم، والله يا اخي انا عندي ولد رائع جدا بيتصرف تصرفات كده بيساعد الناس، هو ما منتبه انه انا بقول الكلام ده وهو وانا عارفاه. فدي برضو واحده من الحاجات اللي بتدعم السلوك الايجابي عند اولادنا. فاولادنا المراهقين بالذات محتاجين لدعم كبير جدا جدا، كميه من الحوافز وكميه من التشجيع لانه هم يسلكوا سلوكيات ايجابيه. طيب يا دكتورة، الطرق والأدوات اللي ممكن تستخدمها الأسر في تحفيز الأطفال خاصة عشان يحصلوا على درجات عالية في المجال الأكاديمي يعني؟ طيب إذا جينا المجال الأكاديمي زي ما كانت تتكلم تسابيح في الفقرتين اللي قبلينا، إنه مفروض أنت ولدك تكون عارف تخصصه شنو، تكون قادر تعرف ولدك بياته طريقة من طرق التعلم هو بيتعلم. يعني مثلاً إذا أنا ولدي ولد تباعدي في المذاكرة بالذات، إحنا عندنا طبعا 4 أنماط للتعلم، نمط تباعدي ونمط تقاربي ونمط توائمي ونمط استيعابي. فأنا حتكلم لكم عن التباعدي والتقاربي لأنه هم ديل أكثر أنماط
في التعلم يعني بتكون ظاهرة شديد. إذا أنا ولدي ليلة تباعدي ده لما أجي أحفزه للقراية بحفز بخوفه لأنه أصلا بيقرأ لأنه خايف يفشل, بيقرأ لأنه خايف ما يجيب نتيجة كويسة, فبالتالي بحفزه بكده أنت حتقرأ عشان تخش الجامعة اللي أنت عايزة, عشان لو ما قريت حتعيد والإعادة صعبة وحخوفه من هنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم استخدم ضرب الأمثال الاثنين للتباعد والتقارب, يتكلم عن الجنة للناس اللي بيصلوا لأهداف عن طريق الحوافز, ويتكلم عن النار الناس اللي بيصلوا لأهداف هم بعيدين من الحاجة اللي بيخافوا منها. هناك ولدي أو بنتي اللي بتكون تقاربية بقرب لها الهدف, انت حتقري لانه انت عارفه انت عايزه تصلي لشنو, دايره تبقي دكتوره, دايره تبقي كده, دايره تبقي مهندسه, دايره تبقي استاذه, دايره تنفعي المجتمع, دايره بجيب ليها كل الصور الايجابيه اللي قدامها اللي بتحفزها لانها هي تعمل الحاجه. الحاجه اللي برضه مهمه جدا عشان نقدر نحفز بيها اولادنا في الموضوع بتاع المذاكره, نهيئ لهم البيئه. نتكلم مع اذا احنا مثلا قاعدين في اسره ممتده, الاسره الممتده المفروض تكون عارفه انه أثناء القراية والله أولادي ده الخط أحمر, يعني أنا ما حاجة مثلا أنا أديه كلام إيجابي وبهناك إذا ديناه برق عشان يطلع يمثل دور الاجتماعي مع أصحابه ويلعب يفرق شوية, أجي من هناك مثلا تجي العمة ولا تجي الخالة تشاكله وإنت من الصباح ما قاعد تقرأ وإنت بتلعب إنت ما عارفه. فبالتالي التضارب ده برضه بأثر لي على أولادنا وعلى الطريقة بتاعتهم لتحفيزهم علينا هم يقروا. صحيح. دكتورة لينا نورتينا كثير وشرفتينا, والتحفيز ما دائما يكون يعني بتقديم مكافآت زي نعم. ما انت قلت يعني تغوية السلوك الإيجابي عند الطفل أهم حاجة. نعم. شكرا لك نورتينا كثير. يخلي. دكتورة لينا الغرشي اختصاص اجتماعي, شكرا لك. شكرا جزيلا. الله يخليك. طبعا احنا وصلنا للختام. خلاص مع دكتورة لينا خلاص اتحفزنا والامور بقت طيبة طاقة إيجابية وخلاص يعني نمشي نعيش باقي اسبوعنا ان شاء الله بكل الجمال اللي فيه, وشكرا لكل الناس اللي بتابعونا في كل مكان على حسن متابعة. شكرا.